مرحبا وياكم مستقران علي. بعدنا فقرة سيرومان شركة The Ordinary ويانا السيروم الرابع اللي هو السالسليك أسيد. السالسليك أسيد هو أحد أحماض البيتا هيدروكسي المعروفة بالتقشير طبقات الجلد المختلفة. هذا السيروم يستخدم للأشخاص اللي عندهم المشاكل اللي راح أذكرها، حب شباب وأيضا آثار حب شباب وأيضا رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء وبثور وشوائب بالبشرة، والأشخاص اللي يحتاجون إلى تقشير البشرة سواء كان عندهم تصبغات أو كلف. منو الأشخاص اللي ما يستخدمون هذا السيروم؟ البشرة المتضررة، يعني البشرة المنتهجة أو البشرة الحساسة أو البشرة المتقشرة أصلاً، يعني البشرة المتقشرة وتستخدم لها مقشر راح تكون طبقة الجلد مالتها رقيقة وممكن أن يصير عندها تهيج وأحمرار. يعني البشرة الحساسة أو البشرة المنتهجة أو المتضررة أو المتقشرة ما يصير تستخدم هذا السيروم. طريقة الاستعمال الصحيحة لهذا السيروم اللي هي مرتين صباحاً ومساءً. لكن إذا صار عندك جفاف أو صار عندك تقشير خلال فترة الأسبوع تستخدمه 3 مرات فقط، ولازم وياه واقي وياه أيضا كريم مرطب حتى ما يصير عندك جفاف. ومثل ما قلت لكم أصحاب البشرة الحساسة ما يستخدمونه، وأصحاب البشرة اللي عندهم تحسس من مادة السالسليك أسيد لازم يسوون اختبار لمدة 3 أيام. إذا صار عندك تحسس من عنده لا تستخدمه، وإذا ما صار عندك تحسس استخدمه. وسوون لايك ومتابعة للحساب، وتحياتي لكم.